من الاهلي هنروح لنادي الزمالك، وفي حاله من الجدل بين اعضاء الجهاز الفني في نادي الزمالك حول مصير حازم امام ظهير ايمن الفريق، وده طبعا بعد اقتراب الزمالك من انضمام حمدي النقاز، وجود كمان حمزه المسلوسي الظهير الايمن التونسي كمان، وكمان وجود احمد عيد الشاب في نفس هذا المركز. البعض داخل الجهاز الفني نادي الزمالك شايف انه من الافضل اعاره حازم امام في الموسم اللي جاي، خاصه انه كثير من الغيابات بسبب الاصابات المتعدده خلال الموسم اللي فات. البعض الثاني رافض الفكره دي تماما، وشايف ان حازم امام ليه دور كبير جدا مع الفريق سواء في الملعب او حتى خارج الملعب، لانه واحد من الكباتن الفريق الكبار، وليه دور زي شيكابالا ومحمد عبد الشافي من اللعيبه الكبار الدوليين، اكيد ليهم دور داخل وخارج كمان الملعب مع تيم نادي الزمالك. الامور لغايه دلوقتي لم تحسم، وفي حاله من استمرار كمان حازم امام مع الفريق هيخرج احمد عيد اعاره، وكل ده هيحسمه اكيد كارتيرون خلال الفتره اللي جايه، خاصه من ملف الصفقات الجديده والراحلين، في كلام كتير في الجزء ده، وفي اجتماعات وجلسات مكثفه بين كارتيرون المدير الفني واداره نادي الزمالك لحسم هذه الامور خلال الايام القليله المقبله. هنشوف بقى حازم امام هيكمل ولا هيتم اعاره احمد عيد ويفضل حازم امام في نادي الزمالك، ده كله هنعرفه خلاص ان حمزه المسلوسي موجود و حمدي النجاز برضه هينضم لنادي الزمالك، فبالتالي نادي الزمالك اكيد هيفكر ان هو يعير او يستغني عن واحد من الظهيرين الايمن طبعا، سواء حازم امام او احمد عيد على سبيل الاعاره الفتره القادمه. لسه مع اخبار نادي الزمالك، والمدير الفني باتريس كارتيرون متمسك بضم ثنائي بيراميدز نبيل دونجا واحمد ايمن منصور، وطالب اداره الزمالك طبعا المتمثله في اللجنه المؤقته برئاسه كابتن حسين لبيب لسرعة حسم الصفقتين دول، لأنه شايف إن الزمالك في حاجة للاعبين زيهم وفي خبرتهم أكيد الدولية. اللجنة المؤقتة المفروض إن هي دخلت في موضوعات رسمية مع بيراميدز عشان يحسموا الصفقتين دول، واقتربوا بشكل كبير جدا من حسمهم. أما بخصوص الموضوع المهم برضو موضوع عبد الله السعيد، فإدارة الزمالك لسه في محاولات وضغط مستمر على بيراميدز عشان يقدروا يحسموا الصفقة دي قبل انطلاق الموسم ومعسكر الإعداد الموسم الجديد. على الرغم من ابلاغ الكابتن ايهاب جلال مسؤولي بيراميدز برفضه تماما رحيل عبد الله السعيد عن الفريق، لكن الساعات القادمه قد تشهد مفاجات وتطورات جديده في هذا الشان. نادي الزمالك عايز يضم عبد الله السعيد مع دونجا واحمد ايمن منصور، وشايف ان الثلاثي ده هيبقى ثلاثي اضافه قويه جدا اذا قدر ان هو يستقطبهم من نادي بيراميدز خلال الفتره اللي جايه، يكونوا دعم قوي لنادي الزمالك.